إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء نقف مع سؤال، وهو سؤال مهم وكذلك الجواب عليه، وهو: كيف يعرف السلفي؟ ولماذا هذا السؤال؟ لأمرين: الأمر الأول، لأن طريق السلف هو طريق النجاة، والأمر الثاني، لأن الكثيرين ينتسبون إلى هذا الطريق وهم ليسوا من أهله. وليعرف السلفي أخاه من عدوه، وطريق السلف هو طريق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، والسلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هم أهل القرون المفضلة الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم السلف كما قال الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. قال: السلف الصحابة وأصحاب القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. والسلفيون من انتهجوا هذا النهج، هذا المنهج، سواء كانوا في زمنهم أو جاءوا بعدهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا أردت رضا الله سبحانه وتعالى وإذا أردت الجنة فعليك باتباع هذا المنهج. وهذا المنهج ليست فيه حزبية وليست فيه الأهواء، وهو طريق مستقيم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمنهج السلف هو منهج الكتاب والسنة وما كان عليه هؤلاء القوم، وهم الصحابة قلنا والتابعون وأتباع التابعين. الأدلة على اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة كثيرة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى، قال: أي إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. ويفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي من رواية العرباض ابن سارية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهؤلاء الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وقال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لو أن الناس آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا شك أن هذه الآية لما نزلت كان المؤمنون
هم الصحابة وحدهم. ولذلك هذا هو طريق النجاة. واليوم نرى الناس بعضهم ينبذ السنة وبعضهم ينكرها بالكلية وبعضهم ينكر بعض السنة بحجة أنها لا توافق العقل وقد كذب، وبعضهم يثبت القرآن والسنة بلسانه ولكنه عند التطبيق يخالف القرآن والسنة، الكتاب والسنة، يخالف الكتاب والسنة، وبعضهم يفهم الكتاب والسنة بفهم شيخه، وبعضهم بفهم حزبه، وبعضهم بفهم السيد فلان، وبعضهم بفهم الكبير فلان، وهذا كله ليس من منهج السلف. ونحن يا جماعة لمن نقول على منهج السلف الكلام ده ما نستحي منه، لأن السلف المنتسب لهم ديل رب العزة والجلال مدحهم في القرآن: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال الله تعالى بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ودي ما حزبية، ما طالما تقول أنا على الكتاب والسنة بفهم السلف، السلف دي ما كلمة جديدة بالمناسبة ولا كلمة أنت تستحي منها، وأي زول يناقشك يقول لك كلمة السلف دي كذا خليها. القرآن والسنة بفهم الصحابة، الصحابة دي أنت بتفهم الدين أكثر منهم ولا هم بيفهموا الدين أكثر منك؟ هم بيفهموا الدين أكثر منك وبيفهموا الدين الفهم الصحيح. قال ابن عثيمين رحمه الله في مقدمة التفسير، في شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ويرجع إلى تفسير الصحابة لأنهم سلموا من الهوى، الله عافاهم من الهوى، الأهواء، ناس أهل سنة ما أهل بدع، وأهل البدع يسمون بأهل الأهواء كما قال الشيخ الفوزان لقول الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون شنو؟ أهواءهم. دول ما اتبع الحق ده متابع هواه. فالصحابة سلمهم الله تعالى من الأهواء، يريدون الحق، وثانيا هم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أفهم منا ولأنهم درسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، درسوا عليه مباشرة. ولذلك وهم أفهم الناس بلغة العرب التي نزل بها القرآن وبلغة قريش. ولذلك دي بعض المسائل. طيب إذا فهمت المسألة دي، السلف يا جماعة بتعرفوا كيف؟ بيرجع للكتاب والسنة وما كان عليه السلف، ما شعارات ساي، وإنما يرجع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. واحد. اثنين، ثانيا السلف يعرف بالتوحيد. الفرق بين السلف وغير السلف أن السلفية يعرف بالتوحيد تعلما وعملا ودعوة، تعلما يتعلم التوحيد ولا يزهد في علم التوحيد، لأنه في بعض المناهج الضالة والمنحرفة تصف كتب العقيدة ككتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله بأنها كتب نصوص وهي جافة. من هؤلاء محمد سرور زين العابدين، وهو رأس السرورية في العصر، في هذا العصر الحديث، ودي فرقة ضالة منحرفة، فرقة التكفيريين والسرورية. فالسلفي يعرف بأنه يتعلم التوحيد
ويحرص على التوحيد ويعمل به يطبقه، يعمل بهذا العلم وهو علم التوحيد ويدعو الناس إليه. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا شنو؟ الطاغوت. الطوائف الأخرى لا تهتم بالتوحيد، طوائف أهل البدع كجماعة الإخوان المسلمين، يشوفوا ذات ما من الحكمة كلام في التوحيد، وكجماعة التبليغ وكغيرها من الجماعات الصوفية أعداء التوحيد وأعداء رب العالمين، وحتى السرورية كثير منهم يقول تكلموا في شرك القصور لا في شرك شنو؟ القبور. بل بعض من ينتسب إلى الدعوة كمحمد حسان، بعض الناس يسمعوا له لاسي زول لذاته، ده قال ليه محاضرة كاملة في الكلام عن الشرك، محاضرة كاملة في الكلام عن الشرك وكذا وكذا، شرك القبور لأنه أعظم ذنب عصي الله تعالى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وفي صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الزول يا جماعة السلفي ده تكلم في التوحيد وهم التوحيد وللموت هم التوحيد، عايش بالتوحيد. عشان كده يوسف عليه السلام في السجن ويسأل عن الرؤى ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وده التوحيد يا جماعة، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى آخر الآيات. وده هم الأنبياء وده هم الرسل ودي دعوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ورب العزة والجلال قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالزول يا جماعة ركزوا معايا، الحاجات دي كلها خلوها يا جماعة، جزاكم الله خير، ركزوا معايا لأن الموضوع ده دار تركيز، لأنه كثير من الناس بيدعوا للتوحيد وتلقى كلامه شرس وكلامه قوي وتلقاه دعوة واضحة في البداية، بعد شهرين ثلاثة الناس التفوا حوله، ناس أكثر، وده من بعض الابتلاء تاني بيتفرقوا، ومرات اجتمعوا على الحق وده يسر المسلم، بعدها يجوا الناس ينظروا له. أسمع في مسائل تانية والحاجات دي وكذا وكذا وكذا، ويترك
يا ليته يشتغل بهذه المسائل التي هي من الدين، لو كانت من الدين مع دعوته إلى التوحيد ومع استمراره على دعوة الناس إلى هذا الأمر العظيم. يترك دعوة التوحيد ولك أنا تخصصته رقائق، بس أنا تخصصته في الرقائق، ولا يقول لك أنا تخصصته في الإخوان المسلمين بكشف جماعة الإخوان المسلمين وضلال الإخوان المسلمين، ولا بكشف الرافضة أنا تخصصته في الرافضة شيعة. وإن كان الكلام في الرافضة من الدين والرد عليهم من التوحيد لأنهم أهل شرك، بنادوا الحسين ويغلون في علي رضي الله عنهما ويحرف ويقول القرآن محرف وكذا وكذا من ضلالات الرافضة المعروفة. لكن العبرة أن تدعو إلى التوحيد وأن تزداد في الدعوة في الحرص وفي الاجتهاد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، مش تكون كسلان كل مرة، يسعى أنت تجتهد في الدعوة وتثبت إلى الموت، إلى الموت. رسول عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله إليه آمن معه رجل أبو بكر وامرأة خديجة وغلام علي رضي الله عنهم جميعا ثلاثة. فلما جاء الحج وجاء قبل الحج جاءت غزوة الحديبية، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 12,000 مسلم ومسلم، أكثر من 12,000، كانوا أربعة، أربعة في ثلاثة وفي ألف ذاته. وبعد ده كله يا جماعة للموت النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل أن يموت بخمس: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. محاربة الشرك إلى الموت والدعوة إلى التوحيد إلى الموت. كثير من الناس يا جماعة تلقى خطابه قوي وتلقاه كلامه واضح، لكن كثرت المشاكل وكثرت الابتلاءات والأب بجنبه والأهل والزوجة وكل يوم مفلوق. هسه أنا أمس كنت مع زول أخوه بعير فيه، كل مرة جاينا مفلوق بجاي من أخواننا مضروب بجاي وكذا وكذا وكذا، والحمد لله جاك مفلوق. في ناس مشوا ما جو ذاته، مش في ناس مشوا ما جو. هذا الرجل اللي ذكرنا قصته قبل شوية جينا بها عرضا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الزول لجأ من أقصى المدينة تاني رجع أقصى المدينة، ده مات. وبعد مات قيل ادخل الجنة، خسران ما خسران. ولذلك ما يخدعك خادع ولا يمكر بك ماكر ولا يزين لك الشيطان ولا يضلك ولا يلبس عليك. تمش جامعة كلها اختلاط، بنات متبرجات وكذا، وشباب لابسين كيف ومفلفلين كيف وعاملين كيف. انت تقول انا ابقى ظريف في نص ديل موضوع التوحيد ده، هم بيكونوا تراه تمام. يا زول قال لك منو؟ قال لك منو؟ تكلم في التوحيد اول شيء، وتاني ناقش مشاكله. تمش محل يقدموك في محاضرة وسط دكاترة بتاعين جامعات ولا طلبة من المثقفين ومن غيرهم، انت في نصه وانت حقر نفسك، لانك انت بتدعو بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، ولانه ذيل بيتكلموا كلام اكاديمي، ده من الجهل. وانما تدعو الى التوحيد، دي دعوة الرسل، دي ارقى دعوة واجمل دعوة واعظم دعوة وافضل دعوة. ومن وفق لها وفق للخير، ومن صرف عنها فإنه محروم، والله محروم. ذول اللي بيدعوا إلى الشرك زي الخنجر محمد محمد المنتصر وحميدة وحامد بابكر وغيره، الناس اللي بيدعوا إلى الفسوق وإلى المعاصي زي الفنانين، الناس اللي بيدعوا إلى الحزبيات زي رؤوس الأحزاب وأتباعهم، ورينا جايينك لون إن شاء الله ونفصل لك. الناس اللي بيدعوا إلى كذا وكذا وتركوا دعوة التوحيد
أو غفلوا عنها أو شغلوا عنها فهم محرومون، لم يوفقوا. والله أنت موفق تكون لما يكون همك وشغلك الشاغل دعوة الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والشغلة ده يا جماعة ما دار ذاتها، ما دار كورات كثير ولا دار جوطة ولا دار إلا تظهر. خش المساجد من طرف، والله أنا يعجبني الزول اللي بتلقاه إلا تسمع بسماع ولك فلان ده شغال دعوة، تلقاه في المساجد برا ويمشي العصر الحمد لله يتهيأ حضر لنا نصيحة يمشي يخش مسجد، ولا في واحد من إخواننا المسجد برا، زول مخلص يمشي يخش قرى ما بزول بيعرفه ويسافر ويجي أنصاص الليالي وزول ما بعرفه. وما ضره إن لم يعرفه الناس وربه يعلم به سبحانه وتعالى، ضره شنو؟ ولذلك يا جماعة السلفي يعرف بالدعوة إلى التوحيد، دعوة دار تعرفه سلفي تلقى شغله شاغل التوحيد والعقيدة الصحيحة، ما تغير الخطاب الدعوي ولا تغير هذه الدعوة، ولو غيرتها فإن الناس يرضون عنك ولكن الله يسخط عليك إذا تركت دعوة التوحيد وهم واقعون في الشرك وفي البدع، ولم يوجد من يكفي لتبليغ هذه الدعوة فإنك آثم عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. الله حليوش، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله حليه التوحيد وحليه السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لمن تترك التوحيد وتترك الحق قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك، ما قال صاحبا، خليلا، أعلى درجات المحبة، يحبوك محبة عظيمة جدا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. السلفي معاشر الإخوة بمجانبته لأهل البدع وبرده عليهم وبشدته على أهل البدع وبموالاته لأهل الحق، يوالي أهل الحق ويعادي أهل الباطل، يوالي الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويعادي الذين يجانبون الكتاب والسنة ويأتون بالبدع. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أخوك ده ما بدي يتبرى منه، في بعض الناس زين له الشيطان يقول لك أنا ماذا أكون معي زول كويس جدا، ما تكون معي تابع لأي زول، أتبع للصحابة، اتبع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وانسار على نهجهم، بعد شوية تلقاه شنو؟ دقى بعيد براو، ماشي براو، وتلقاه براو بعد شوية يقرب من أهل البدع شوية 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 شوية. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة في مرافقة إخوانك ممن كانوا على دينك، وهو الدين الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وقبل الشيخ مقبل قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، إلى أن قال ولا يخذله، لا يخذله في موضع
وفي موطن يحتاج فيه إلى نصرته. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشيخ مقبل رحمه الله يتكلم في موضع ثاني قال يقول لك: الأمير الفلاني أمر الأمير وقال الأمير وكذا وكذا وكذا، ورد على هؤلاء، سأقول لهم إمارة غير إمارة الحاكم، إمارة الجماعة وإمارة التنظيم وكذا وكذا. قال: نحن لا ننكر التنظيم، أن يتنظم الناس في الخير، يعني تعاونوا عليه، تعاون بس، ما في رئيس الجماعة ورئيس الحزب وتبقى معانا، ولو مو معانا أنت معنا مع الناس التانيين ديل، ونحن عندنا جماعة وسجل اسمك وكذا وكذا وكذا. لكن كونه ده يجيب سماعات وده يتكلم وده يفتح بيته للناس، ده تعاون، ده تعاون على البر والتقوى. لكن تتحزب وتنتسب إلى هذه الجماعات المنحرفة الضالة المضلة حتى تقع في أحضانها للبدع، واحد تلقاه شديد على أهل الحق بحجة أنهم يقعون في العلماء وما وقعوا في عالم واحد، وتلقاه هين لين مع أهل البدع بحجة دعوتهم، ذلك بندعون، ويا ريت لو بدعون إلى السنة وترك البدعة، يا ريت. زول يجيبوا جماعة في التلفزيون يقول في أسماء في حياتنا، يقول: والله أنا بحب البرعي، والله أنا بحب البرعي، ده الهدية، محمد هاشم الهدية. يقول: الصوفية ديل بيناتنا شعرت معاوية، ماذا إن نقطعها. ويقول في قصائد البرعي أبيات أو قصائد فيها شعر جيد. البرعي: ما من كفر ولا شرك إلا وللبرعي سهم فيه، كما أنه ما من خير إلا ولأبي بكر سهم فيه. مف الجنة برعي في أعلام الطريق بيقول: كباشي، كتاب أعلام الطريق، كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى الطفل كباشي. والله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه، الجند أأنتم الولد تخلقونه أم نحن الخالقون. علم الغيب، البرع يقول: غير الله بيعلم الغيب، في كتابه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، لحد ما يقول: منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم، بل غيب باطن وظاهر. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. البرع يقول في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة: إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، نادي إسماعيل. والله تعالى يقول في سورة يونس: ولا تدع من دون الله، إسماعيل مش دون الله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. زول زيدة تحبه يدعو إلى الشرك
إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أنت تغضب لغضب الله ولا تحبه؟ تحبه؟ ولذلك قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. والبغضاء دي شو؟ دي محبة ولا ضد المحبة؟ أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تجي تحب البرعي؟ لأن والله بنبغض البرعي وبنبغض كتا اللي بتحب البرعي. الاثنين جد. الاثنين. ده داعية الشرك وده المميع لدين الله. الاثنين بنبغضه. وإن كان بغضنا له أشد لداعية الشرك. ولذلك يا جماعة دي مسألة. السلفي يجانب أهل البدع، لا يجالسهم ولا يجاملهم ولا يداهنهم وإن ولا يثني عليهم ولا يزكيهم، وإنما يحذر منهم ويجانبهم ويبتعد عنهم. ده السلف يا جماعة. الكلام ده نحن بنقوله رجال ساي في أدلة. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد. الله يقول لك فلا تقعد، أنت تقعد؟ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في هذه الآية قال القرطبي: فيها مجانبة المضلين والمبتدعة، تجانبه. قال الله تعالى في القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والآية دي فسر الرسول عليه الصلاة والسلام، الكلام ده فسره هو كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال بعد قوله تعالى، بعد أن تلا قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الرسول يقول لك فاحذروهم، انت تمشي تجيبه وقاعد معاك في المنصة وتدي الميكروفون ويتكلم للمسلمين زي عصام أحمد البشير، جابوه ناس الإصلاح، جابوه في المؤتمر في الرد على الشيعة، ناقشت واحد من أذناب الإصلاح اسمه مصعب إسماعيل ولا اسمه مصعب منه؟ مصعب صلاح. قال لي الآن ونحن برانا ما بنقدر نقنع الناس يعني إنه الشيعة ديل على ضلال، شو كذا جبنا ناس الإخوان المسلمين والجماعات دي، أنت براك ما بتقدر تقنعهم؟ وخلي جماعة كاملة ما قادر تقنع الشعب السوداني على إنه الشيعة والروافض على ضلال، خلي جماعة كاملة، نفر واحد واحد بس لو مشى وقف قدام الشعب السوداني كله وغير الشعب السوداني قالوا يا جماعة في ناس بيقولوا القرآن محرف، في ناس بيطعنوا في عائشة رضي الله عنها، في ناس بيطعنوا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في ناس قالوا الجنة دي ليه يدخلوا العشر المبشرين للجنة. الناس يا ناس علي ضلال ولا علي هدى؟ في زول بيجاوبهم بيقول لهم علي هدى؟ اسألكم بالله، ولا بيقولوا علي ضلال؟ ديل الروافض بس، انتهى الموضوع. شنو جماعة ومؤتمر وجايب لهم ديل وجايب دي أهل البدع وكذا، ويجي داخل عبد الحي يوسف محمد الأمين يشكر فيه، والآن دخل الدكتور مع، والآن نرحب بالدكتور عبد الحي يوسف
ده مبتدع وده مبتدع الاثنين، ده في المنصة وذاك جاي داخل الاثنين، فكان قاب قوسين أو أدنى، ده داخل وده مر، فالتقى هذا وهذا على أمر قد قدر. والله معقول يا أخي؟ وده ذاته محمد الأمين إسماعيل نائب رئيس الجماعة، جماعة الإصلاح، اسألوا عن كتاب الظلال لسيد قطب، وذا مبتدع ولا ما مبتدع؟ سيد قطب مبتدع فيه قليل يا جماعة، مبتدع فيه قليل، في كتاب اسمه شرح أصول السنة للإمام أحمد، شرح الشيخ ربيع بن هادي المدخل، ابن هادي المدخل، في الأسئلة قالوا له هل يجوز الترحم على سيد قطب؟ قال أنا لا أمنع أحدا من الترحم عليه، لكن أنا لا أترحم عليه، لأنني وجدت في كلامه وحدة الوجود والرفض وذكر. وقال في تسجيل صوتي، قال سيد قطب في كتبه، وهو في نفسه في كتبه جمع 70 بدعة من كبار البدع. ده الرجل تجد تثني عليه كتابه. وقال الشيخ مقبل رحمه الله لما قيل له هل سيد قطب ضال وهل ضلله العلماء، قال سيد قطب وإن لم يضلله العلماء فكلامه وضلاله يشهد بضلاله. كنت بزادة بتشهد إنه زول ده ضال. تجد تقول سيد قطب تقول عن كتابه ظلال القرآن، محمد الأمين يقول كتاب قيم جدا في مجاله، يتناول القرآن بمنظور أدبي، أبى الله إلا أن يتم كتابه، كتاب قيم جدا في مجاله، جنى عليه كثير من الناس. الجنى عليه منه؟ جنى على العلماء لما الشيخ محمد أمان الجامي يهاجم سيد قطب بالحق، يقول سيد قطب أشعري، يقول سيد قطب في تفسيره لسورة الإخلاص يجانب الحق ويوافق أهل وحدة الوجود وأهل الضلال والأشاعرة وغيره، ديل جنوا عليه وبلاوي كثيرة. ما أبدع أصلا الكلام عن سيد قطب، ما معروف معروف، نحن بنتكلم عن إنه السلفي لا يثني على أهل البدع وإنما يجانبهم. دار تعرفوا سلفي ما بتلقى فيه نص أهل البدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد ناوشني بالتلفون قلت له فلان قال كذا من العلماء وكذا وكذا، قال لي نحن ما ملزمين به. يعني كأنه يا جماعة منهج السلف كأنه بس اجتهاد بتاع علماء وسلف وكذا وكذا، دي أدلة قامت على تحريم مجالسة أهل البدع وعلى تحريم الثناء عليهم. شيخ مقبل سأله وقال له في تبليغي ولا سروري واحد منهم يتقدم لبيت وكذا وكذا، لما أجاب وذكر من الأدلة على مجانبة هؤلاء وهم أهل البدع ذكر حديثا في البخاري ومسلم، ده حديث، الكلام ده آيات وأحاديث مجانبة أهل البدع قبل ما يكون كلام صحابة وتابعين، آيات وأحاديث في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء. عليك اللي هو الدليل ده قوي كيف؟ مثل الجليس الصالح، جليس مجالسة، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك جليس الصالح زي حامل المسك، إما أن يحزيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، زول ببيع ريحة، ببيع ريحة، يدك ريحة هدية تستفيدها، يا اشتريت منه انت استفدت ريحة، يا لو ما اداك هدية وما اشتريت منه بيقول لك هاك جربها، بديك لها في يدك يقول لك هاك جربها،
يعني انت بتمش منه والريحه شنو قاعده، بقيت استفدت منه ولا ما استفدت؟ قال: وعن الثاني نافخ الكير قال: اما ان يحرق ثيابك او تجد منه ريحا منتنه. وجه الدلاله من الحديث على مجانبه اهل البدع اذا كان العاصي جليس سوء، فكيف بالمبتدع والبدعة أعظم من شنو؟ من المعصية. إذا كان العاصي جليس سوء، طيب أعظم البدعة كما قال سفيان رحمه الله، قال: البدعة أحب إلى إبليس من شنو؟ من المعصية. ونقل ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن صاحب البدعة لأن صاحب المعصية يعلم أنه يعصي الله فيتوب منها، وصاحب البدعة يظن أنه يعبد الله فلا يتوب منها. إذا كان العاصي الشر أقل من المبتدع، مجالست فيه ضرر، والرسول حذرك منه صلى الله عليه وسلم، وضرب لك مثلا بنافخ الكير، فكيف بالمبتدع؟ كيف تجالسه؟ ولذلك يا جماعة الناس بيقوا اثنوا على أهل البدع الآن، ويجالسون ويكذبوا، ودي من العلامات. السلفي صادق نمر أربعة يعرف بالصدق، وهذه الدعوة بل دين الإسلام كله قام على الصدق. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ابن كثير: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال ابن عثيمين: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أهل البدع دائما يقعون في الكذب، كذبوا. ومن هؤلاء من أهل البدع هؤلاء الحزبيون. قال الشيخ مقبل رحمه الله: ائتني بحزبي صغير أخرج لك منه كذابا كبيرا. ويتناقضون، واحد من أذناب كلام ذاته بالضارب اسمه عبد الحكم، زمان رد على بعض إخواننا قال دل بيفرحوا بضلال الشخص الإنسان، قال لما يقولوا فلان ضال واحدين يكبروا الله أكبر بيفرحوا إنه الزول يضل، وده الفرحانين إنه الزول يضل ولا فرحانين إنه كسروا الضلال وأهل الضلال؟ وهنا الآن يفرحوا بإنه نحن نقع في شنو؟ في شر، بل يصفوننا بالشر بالكذب. مصطفى ده كذب أصلع وغير أصلع كله عنده، ونحن عملنا محاضرة وجيبنا الكلام بالوثائق، الناس ممكن ترجع عليها، عندهم كذب هؤلاء الناس. ولذلك يا جماعة السلفي يعرف بالصدق لا يعرف بالكذب. انت بتكذبوا ليه؟ عنده مرتب يا أخي، الهواري جابوه قاعد في السعودية برضو قال نفس الكذبة، ما سمعتوا؟ برضو نفس الكذبة، والله الذي لا إله غير. عندهم موظف خاص وراتب خاص، عاجبهم خاص دي؟ ما اعرف عاجبهم ولا بجاسوس. وخاص وخاص وعنده غرفه مجهزه، غربته دار تقع، شوف تابعين انت. قال الشغله دي فيها مكيفات ضاربه وترابيزات كيف وشغل مجهز، وقالوا ده النار ده بس قاعد كذي، وجنبه عصاير قاعده والربط خاتينها للبقر ابو خمسينات، وعنده غرفة براء وكذي مجهزة، سكرتير. تجاه تكذب تكذب وإلى الله المشتكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. كذلك السلفي يعرف سادسا أو خامسا
يعرف بسلامة صدره ولسانه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بذكر لك قريب 10 أشياء، ولو دار الأشياء دي في مراجع كثيرة أنا برجعك لها إن شاء الله تعالى، منها شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين، ومنها عقيدة السلف أصحاب الحديث، شرح عقيدة السلف للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ومنها من هذه الكتب الفرقة الناجية، كتاب الفرقة الناجية للشيخ العلامة فضيلة الشيخ، دي بدعة جماعة، كلمة فضيلة الشيخ شغل الألباني قال بدعة، ما كانوا السلف يقولوا فضيلة الشيخ، لكن كتاب الفرقة الناجية للعلامة للشيخ العلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وغير من الكتب وغير من الكتب. طيب، مما يعرف به السلف قلنا سلامة صدره ولسانه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بالحسن بالذكر الحسن ويثني عليهم، لأن الله تعالى أثنى عليهم في القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في السنة، ويمسك عما شجر بين الصحابة. والدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أحاديث حديث وآيات في سنن الترمذي، وأورده الإمام الذهبي في الكبائر، آخر كتاب الكبائر، وفي شرح جمعوه من كتب الشيخ ابن عثيمين، تلقى فيه أنواع السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنواع السب من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أمسكوا يعني اتكلموا ولا سكتوا؟ سكتوا. لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وأجمع أهل السنة والجماعة على الإمساك فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلمون عنهم ولا عن معاوية. عليك الله أرجع عليه كتاب. الآن ممن ينتسب إلى السلفية ويقع في الصحابة وفي معاوية، منو يا جماعة؟ محمد مصطفى عبد القادر يقع فيهم، وده مبتدع ولا كرامة. ليه مبتدع؟ لأنه خالف أصلا ونصح ولم يقبل، لأنه خالف أصلا ونصح ولم شنو؟ ولم يقبل. هو البراء قال جوني الشباب وقال لي تتوب من الكلمة دي، جوني أثبت إنه جو ولا ما أثبت؟ وقالوا لي تتوب ولا ما قالوا لي تتوب؟ ناصحوا إذن ولا ما بلسانه ذاته؟ قال ما بتوب أهبت دعني. هو براء قال ما بتوب أهبت دعني، خلاص أنت مبتدع، ارتحت ولا ما ارتحت؟ مبتدع من غير أي زعل الزول. لا يا جماعة، مبتدع، ما بدعته وقع فيما شجر بين الصحابة بالباطل، ووصف معاوية بأنه كان يدعي أنه أولى بالخلافة من علي وقاتله على ذلك رضي الله عنه، وهذا كذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باللفظ، بهذا اللفظ في الفتاوى في الجزء 35 آخر كتاب، اسمه قتال أهل البغي، آخر كتاب منه وثاني كتابين عبارة عن فهارس، قال: ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها، إلى آخر كلام، بل لفظة كذي، بل لفظة بتلقاه كذي، قال: ومعاوية لم يدعي الخلافة. وذا قال ثبت لنا بالنقلة الصحيحة أن معاوية كان بيدعي، كذاب مبتدع. للأسف الشديد البرجل منهم بيقول عنده تأويل، البرجل ذاته يغلطه بيقول عنده شنو؟ زي العدسي، والعدسي في مجلس خاص
يقول محمد مصطفى ده أحمق أحمق، وما منعنا من الرد عليه إلا إنه المسألة دي ما تنتشر في العوام، تنتشر أكثر من كده كيف؟ أنت براك عارفه أحمق وتقول أحمق، وفي الملأ تقول عنده تأويل، ولو فتح باب التأويل على مصراعيه لجوز الناس العادة السرية وقالوا عندنا فيها تأويل، والرواية لفلان من الأئمة، ولقام الناس من الصلاة من غير تسليم وقالوا هذا مذهب أبي حنيفة، نتم التشاهد نقوم طوالنا ما في سلام. ولوقع الناس في المنكرات ومن أخذ برخص العلماء تزندق. ولذلك أي زول يقول عندي تأويل خلاص خلوه، وهل ده دفاع على الحق؟ ناس عندهم تناقض. لذلك من علامات أو من أصول أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة. أما الحزبيون يتناقضون، يتناقضوا يقولوا الشباب نحذر منهم، شباب دعاة فتنة، ليه؟ تكلموا في العلماء، العلماء منو؟ واحد ما فعالي هواري ما عالي، خالد عبد اللطيف ما عالي، عبد الرحمن حامد ما عالي، منو محمد مصطفى ما عالم وقليل ادب، ومنو علي عطا المنان ما عالم وجبان جبان جبان يعرف الحق، جبان من اجبن دعاة الجماعة علي عطا المنان وكمال الدين الزنادي، من اجبن الجماعة، يعرفان الحق ولا ينطقان به في الملأ. وكثير من هؤلاء الدكاترة والمشايخ إذا جالستهم في مجالسهم الخاصة يتكلمون بكلام، وفي مجالسهم العامة يقولون أشياء، وصدق الله قال في سورة النساء ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم فأعرض عنهم. أنطقوا بالحق يا أخي، خالي عبد اللطيف عامل فيها ما يعني زول بس يعلم الناس وكذا وكتب وكذا وكذا، لما جاء في موضوع الهواري قاموا هاج هاج في الصحابة، لبت ساي في الهواري هاج في الصحابة لبت ساي، كلهم قالوا الشباب ديل هاجموا العلماء أغلبيتهم، ولذلك يحذر منهم، ما عندهم بدعة الشباب، ما يقدروا يطلعوا لهم بدعة واحدة، ما في بدعة واحدة، ما في جريمة أخلاقية واحدة، ما في ما في وثيقة واحدة، لأنه في زول بيديهم مرتب ما في، بل بألسنتهم يقولوا فلان سجنوه لأنه تاجر في السوق، فلان أستاذ تأكل من وين؟ طباشير ما بتأكله، فلان عتالي في السوق شكرا اوك وماشين، عارفين جريرة الشباب انهم طعنوا في مشايخ الحزبيين المبتدعة وبالحق، ومع ذلك هؤلاء المبتدعة من الحزبيين من كبارهم وصغارهم لا يجرؤون على مهاجمة محمد مصطفى هجوما صحيحا يرضي الله ورسوله والمؤمنين ويثلج صدر السلفيين، لا يستطيعون ذلك مع أنه وقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقدروا ما يقدروا يهاجموا. ولذلك إلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم. الأصول كثيرة جدا والعلامات، ولكن هذه بعض الوقفات، ولنا وقفات أخرى إن شاء الله تعالى. ورسالة أخيرة أبشر بها الحزبيين ذل والإخوان المسلمين والسرورية والدواعش والروافض والشيعة، حزب التحرير وجميع الجماعات، خلقنا الله تعالى لعبادة الله، ومن عبادة الله أن نكشفكم، والله الذي لا إله غيره، وسنظل إن شاء الله تعالى نكشفكم كشفا عظيما حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، أو يريد الله أمرا غير ذلك
إرادة كونية لا شرعية، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله نكتب ونشوف تنواصل كذي إن شاء الله تعالى إلى الموت، وجازين نخسر أي زول في الدرب ده، أي زول من الأولاد من الشفع في البيت لي قدام ودودنا إبراهيم عليه السلام، أي زول نخده قدام شفته ويقف قدام الدين ده رفعوا الأذى عن الطريق صدق نيدعوا جد عن الطريق، قزاز وحجار وشوك كله.